ندي دواء عند خالتي انا هبط للجزائر يا اخي باش نهبط دواء لخالتي يا اخي نهبط دواء ليما اسمح لي يا اخو نشتك بالموطوة تعرف موطوة تعرف يرفدوا سحب الموطوة انا طايح اون بول ليسونس 2000 يا اخو عم الله يا اخو 100000 يا اخو الله ما نعطيك 100000 نقدر نعاونك فامي لا لا فامي اللي عندي ما ديرها يا اخو ماشي موطو يا اخو كيو كيو يا اخو عم الله 100000 يا اخو سلام وسهلا صباح يا اخو خصني 100000 نعمر بها ليسونس انا طايح اون بول كيو كيو من بون يا اخو يا بارك الله فيك فراك عمو اللي جاني مورا هذا مو الموطو صحيت صح السلام عليكم صباح العزيز بيا لاباس بيا عيانا صباح والله سكسيك سؤال ايه الله يسلمك هذا واش ضمن ذلك هذا؟ ضمن ذلك فاميلي يا اخو ضمن ذلك فاميلي؟ اه 100000 100000 واش قلتوا انت؟ قلت لهم ما نقدرش نعطيك 100000 نعطيك قسمة تعمر دي بانيك فامي اللي نقدر عليها انا وعلى واش من السبب اللي يخليك ما تمدلوش باغ اكزومبل؟ ما نقدرش نمدلو يا اخو بيسكو سا ديبو واش يدير بها تعرفوا تحط دراهمك صاحب ودراهمي انا تعب عليهم تسمى 100000 باش تروح هكذاك في الجياحه ما بارك الله فيك 100000 نقضيها لولادي هنا يا اخو بارك الله فيك فيك بارك اروح يا اخو منها كي اسمك الله انت يا واش اسمك الله انت؟ نور الله يبارك نور انت هذا تعرفه باش عطيت له دراهم علاش عطيت له دراهم؟ ما سمعته السيد راني اون بال ما نشربش عمر الحصول قلت نعاونو بارك الله فيك نور بالمناسبه على بالك حنا درنا واحد التجربه اللي يمد دراهم لهذا الانسان راح يربح معنا شاك تاع 100 مليون وربح معنا نور شاك تاع 100 مليون بالبركه عليك خويا نور هذا الانسان ربح 100 مليون الله يعافيك بصحته الله يسلمك ربحت 100 مليون وكان شكون كون هذا الانسان بالك مديت له بالك راك ربحت علاش كل حاجه بالمكتوب يا اخو نورمال ما كانش مشكل ها كل حاجه بالمكتوب يا خويا بالبركة واش راح دير بهم انا راه غادي يتبرع عنا شويه نقاسموا انا وياه حلو تعطي له شويه 100000 زعما واش بيك اديها معاك ضربت عليا الفاس تايا والله 100 مليون راه اخوك الزوالي بالك نشري كيو كيو ايه بالك نبيع الموطو هذي ونشري كيو كيو على روحي ايه لو تعطيني شويه انا اللي ربحت انت اللي ربحت هذوك هذاك من حقك باين بلي ميت بالهم يا صاحبي والله باين بلي ميت بالهم يا صاحبي قال نقسموها يا ودي الواحد راه يجوز رمضان بالقدر الله الله ياكل مليح ويفطر مليح ويرقد مليح ها ويحوس 50 مليون انت واش عاد دير لك 50 مليون عندي واش ندير بها 50 نقسموهم يا اخو نقسموها ايه او باين بلي متشحح هذا ميت بلهم مال روح وراه في حقيتك وروح هذا هذا لو كان شد هذا هو المشكل لو كان شد عليك 20000 لو كان شديت ندي 20 مليون انا يا اخي 20 مليون الحومة منا ما تخرجنيش و 100000 اللي ديتها خرجك من الحومة 100000 البلا ديرها يا خويا دير البلا وخرج